ما في خطوة تانية. خطوة واحدة هو انه يكمل هالبطل بجين تنظيف لبنان من اخر فلسطيني. هذا المطلب اللي بده اياه لبنان. اذا هالامر هذا ما تم انا بكون تعيش والشعب اللبناني بكون تعيش معي. اول ما فات الجيش الاسرائيلياني على لبنان كان لازم كل لبناني يقوم يقاتل معه. انا لو انه عندي تنظيم حربي هلا بقوم بقاتل مع الجيش الاسرائيلي وما بخلي الجيش الاسرائيلي. انا بجريدتي اليوم انا وعم بشكر الجيش الاسرائيلي بعنوان اسرائيل عنا بهالافتتاحيه، انا وعم بكتب بقول انا مبسوط لسببين، لانه هالجيش عم يخلصنا ولانه بيجن عم بيخلص العالم وعم يسحق راس الحي اللي اسمه الارهاب. هلا بحكي لك عنه هيك، بس بقول انا زعلان لانه مش نحن اللي عم نخلص لبنان مع الاسرائيلياني من هالوسخه اللي اسمها العنصريه الدمويه الفلسطينيه اللي خسر كده الارهاب بالعالم. وليه خسر كده؟ انه اللبنانيين ما اشتركوش بالعمليه. انا بعتقد انه في كم سياسي منزوعين بلبنان واكثرهم بالحكم هن المخل الشعب اللبناني يشترك. الشعب اللبناني بهالحرب عمل حرب حلوه ضد الفلسطينيه، انما كيس عرفات مرات هذا عمل نصب، عمل ابتزاز هايل على دول البترول ومعه شي 70 مليار. هذا اشترب هاليومين زعامات باوروبا وبامريكا حتى تمشي ضدكم، حتى تقول انه هالجيش الجاي يخلص لبنان هذا جيش غزو. اللي بيقول جيش غزو بده قص راس. انا باسم كل لبنان بقول لك هذا الوحيد الجيش الخلاص.